يعني لو انت مكان، لو انت قاعد في واشنطن او في اي عاصمه اوروبيه، من ستختار؟ اعتقد اذا ما اتفقت ايران مع الولايات المتحده الامريكيه بشكل اساسي، وحدث يعني تصفيه لكافه الملفات الخلافيه بين بين الطرفين ايران والولايات المتحده الامريكيه بشكل خاص، سيكون هذا الامر في غير صالح المكانه الاستراتيجيه التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكه العربيه السعوديه منذ 79 وحتى الان. دي اجابه المناقشه بتاعتي. طيب، من دول مجلس التعاون الخليجي الى مصر، وقد شهدنا في الفتره الاخيره فتور في العلاقات المصريه الامريكيه، بل بالعكس الولايات المتحده تشعر الان ان مصر بدات تخرج من عباءتها بسياسة جديدة تنطلق من مصالحها مع جميع دول العالم، وأولها روسيا التي أوضحت مصر بصراحة شديدة أنها ستتعامل معها من منطلق مصالحها تحديدا العسكرية، وهناك بوادر اتفاقات كبرى بين مصر وروسيا في الشأن العسكري. هل تعتقد أن هذا الاتفاق قد جاء في وقته ليعيد للسياسة الأمريكية التي فقدت أحد الحلفاء الكبار في هذه المنطقة حليفا آخر في قريب من تلك المنطقة يمكن أن يعوضها عن مصر؟ بالتأكيد نعم، وبالتأكيد لا يمكن أن نستبعد ما حدث على صعيد العلاقات المصرية الروسية، والتحول يعني والتحول النوعي الذي لا يخلو من دلالات استراتيجية للسياسة الخارجية المصرية والتوجهات الاستراتيجية للسياسة المصرية. لا يمكن أن نستبعد هذه التحولات من خلفية المشهد الذي حدث أمس بين إيران وبين الدول الستة، وخصوصا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. احنا في حاجة مهمة جدا اللي حصل، يعني عشان يتم الاتفاق بين إيران وبين الست الكبرى، حتى سعادتك تفتكر يعني ما حدث تم على مدار مفاوضات مكثفة ومركزة لمدة 4 أيام، وكأننا كنا بصدد كامب ديفيد أخرى بس على مستوى تاني. نعم. لأنه كأنه هناك سنكتشف فيما بعد عندما يعني ترفع الحبوب والستائر عن الأسرار التي يعني حاطت أو أحيطت بهذا الذي حدث في الأمس. أعتقد أنه كأنه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص هي وإيران قد قررت ألا تخرجان من هذه الاجتماعات المركزة لمدة 4 أيام دون اتفاق، لأنه هذا الاتفاق يعني سيمنح كلا الدولتين يعني الحياة من جديد أو زخما استراتيجيا جديد، قبلة الحياة للسياسة الأمريكية وقبلة الاقتصاد الإيراني. بالفعل منطقة أمام زي ما قلت سعادتك حراك استراتيجي خطير جدا. حتى المملكة العربية السعودية أعتقد أن موقفها الداعم لمصر وهي والإمارات منذ 30 يونيو وحتى الآن، واصطفاف المملكة العربية السعودية هي ودول الخليج طبعا باستثناء قطر إلى جانب مصر، كأنه هذا الاصطفاف أيضا يعني شكل جرس إنذار لعديد من القوى الإقليمية طبعا، وإيران في المقدمة أو على رأس هذه الدول هي وتركيا والحلفاء الغربيين والولايات المتحدة الأمريكية. في تصوري أيضا انه الولايات المتحده الامريكيه ربما تكون تسعى بصدد السعي الى حل نوعي جديد للقضيه الفلسطينيه، ولكن من خلال بوابه طهران، لانه اذا ما تمكنت الولايات المتحده الامريكيه من خلق اجواء ثقه مع نظام الجمهوريه الاسلاميه في ايران، فانها ستحقق امن اسرائيل في القريب العاجل من خلال طهران. يعني ستصبح طهران بدلا من ان تكون مصدر تهديد استراتيجي لاسرائيل، ربما تكون عامل طمأنينة، ربما تؤدي نفس الدور الذي ادته مصر السادات سنة 77 79 ولكن بصورة اخرى.
نعم. ليه؟ لأنه عندنا حزب الله وعندنا حماس هي أوراق إيرانية، وحزب الله بالذات هو ذراع سياسي عسكري إيراني في منطقة شرق المتوسط وعلى الحدود المباشرة مع إسرائيل. إذا ما اطمأنت إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بينهما علاقات دبلوماسية كاملة واستردت الدولتان الثقة، أعتقد سيكون الثمن أو النتائج أحد النتائج موجودة في اتفاق نوعي آخر لإقامة دولة فلسطينية بأي شكل ما ترضى عنه إيران دون اعتراضات دون إيران. نعم، نعود إلى المشهد المصري. يعني لطالما حاولت إيران على مدى سنين عدة وخاصة في الفترة الأخيرة يعني الحصول على نوع من العلاقات الدبلوماسية مع مصر، الجفاء دائما كان يأتي من السياسة الخارجية المصرية نظرا لحساسية الوضع مع دول الخليج. هل تعتقد أن هذا الاتفاق سيكون يعني نقطة تحول في العلاقات المصرية الإيرانية إذا يعني نظرنا بعين المصلحة للسياسة الخارجية المصرية؟ مصر الآن بدأت تخرج خارج عباءة الولايات المتحدة الأمريكية وتنظر إلى جميع دول العالم من واقع مصالحها مع جميع هذه الدول. هل هناك يعني من فائدة لمصر إذا أعادت النظر في علاقاتها السياسية والاقتصادية مع مصر في الوقت الحالي مع إيران؟ مع إيران. أنا في ظني الشخصي أنه ربما تكون المستجدات اللي مصر بتعيشها منذ 30 يونيو حتى الآن وعلى مدار العام أو العامين القادمين هي مرحلة انتقالية بكل ما تعنيه كلمة مرحلة انتقالية، وبالتالي لابد للدولة المصرية أن تعيد ترتيب توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية ودوائر علاقاتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو العالم. من في قلب هذه المراجعات للتوجهات الاستراتيجية والدوائر الخاصة بالعلاقات الاستراتيجية المصرية تأتي إيران كدولة قوية، كدولة يمكن استقطابها لتحقيق عددا من المصالح المرتبطة بالأمن القومي المصري، وخصوصا أن إيران على فكرة إيران إذا ما تمكنت من أن تكون من أن تخلق أو يعني تعقد اتفاقا نوويا دائما وليس مؤقتا مع الدول الست، أعتقد أنه ما تحقق في على أرض الواقع داخل إيران على صعيد التكنولوجي الصناعي على صعيد الثقافي على الصعيد الاقتصادي البرمجي على الرغم من ما على الرغم من كل ما نسمعه عن أزمات اقتصادية في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم. أعتقد إنه إيران ستنطلق كالمارد. نعم. لأن في ربوع منطقة الشرق الأوسط غير تركيا على فكرة. نعم. ستكون غير تركيا وستكون يعني أخطر من تركيا. طيب يعني مهم جدا إن إحنا نؤسس لعلاقات مع إيران ولكن بشكل أو في أفق استراتيجي. نحتاج إلى تضامن مصري خليجي مصري سعودي الدرجة الأولى لكي نشكل يعني طرفاً موحداً موازياً لإيران لقوة إيران. وينضم إلينا الآن دكتور مدحت الأستاذ مصيب نعيمي المحلل السياسي من طهران. مرحباً بك أستاذ مصيب. وكنا نتحدث يعني كان سؤالي الموجه للدكتور مدحت حماد خبير الشؤون الإيرانية فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإيرانية، وقلت له أن إيران حاولت أكثر من مرة التقارب ولكن كان هناك تردد من الطرف المصري. هل تعتقد أستاذ مصيب أن هذا الاتفاق سيجعل الطرفين يعيد النظر في علاقاتهما الدبلوماسية والاقتصادية معا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم وشكرا دكتور
نعم قليلا موقفي المميز. بالطبع يعني اعتقد ان ايران رؤيتها الاستراتيجيه نحو دول المنطقه وخاصه دوله كبيره ومؤثره واساسيه واستراتيجيه مثل مصر، واعتقد هذا لا خلاف بين اي من القيادات الايرانيه كانت يمينيا او يساريا، هذا ما اعرفه وعندي تخصص في هذا المجال وعندي رؤيه واضحه وصريحه. ان كانت يعني في ايران قد تكون خلافات حول بعض العلاقات مع بعض الدول الغربيه في هناك شكوك، ولكن بالنسبه لمصر اعتقد هناك فهم استراتيجي لموقع مصر وتاثير مصر، وبالطبع يعني خروج من هذا المرحله التي كنا فيه مع الاسف لم تحقق هذه الامنيه التي اعتقد هو في داعم شعبي ايراني ومصري حول هذا الموضوع، بالطبع هو لمصلحه البلدين، وهذا ما اتصور ان هذه الرؤيه الاستراتيجيه اذا قبلت بنفس الرؤيه في مصر فستكون الامور مهيئه جدا، ان مشتركات ايران ومصر كثيره جدا ان كانت سياسيه او كانت اقليميه، واتصور بان مثل هذه التقارب وحتى اذا وصل الى التحالف ستكون مؤثرة أساسية سيفيد الطرفين. يعني أستاذ مصيب، الدكتور مدحت حماد يعني لديه سؤال يريد أن يوجهه لك. أستاذ مصيب أشكرك. أنا قابلت السفير الإيراني في مصر في الفترة الماضية وحتى سلمته رسالة شخصية وطلبت منه أن يبعث بها إلى السيد علي خامنئي مقترحا عليه كمواطن مصري أن تبادر إيران إلى خطوتين. الخطوة الأولى أن توقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، كما أرصد أنا على الصحف الإيرانية وسائل الإعلام الإيرانية، لأن كما تعرف أنا أتكلم اللغة الفارسية. الخطوة الاقتراح الثاني أو الخطوة الثانية هي أن تعلن إيران دعمها للثورة 30 يونيو ودعمها للاختيار الاستراتيجي للشعب المصري الذي حدث في 30 يونيو. في تصوير شخص أستاذ مصيب يعني أرجو أن تبلغ إذا كانت لديك وسائل اتصال السادة المسؤولين في إيران وليتهم يسمعون أن مفتاح عودة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإيران هو أن لا تنتظر إيران الأمور أكثر من ذلك وأن تعلن دعمها، لأن إيران واخدة موقف سلبي مما حدث في 30 يونيو في مصر، ولازالت إيران حتى السفير الإيراني الزماني لازال على قناعة بأن ما حدث في مصر هو انقلاب وليس طيب صور. يعني استاذ مصيب هذا امر مهم جدا، يعني نحتاج الى القياده السياسيه في ايران. سيد علي خامنئي كما بارك ما حدث مع الولايات المتحده الامريكيه وهي الشيطان الاكبر، عليه ان يبارك ما حدث.